بعثة الاتحاد الأوروبي أعلنت إلغاء لقاء كان منتظرا بين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والرئيس السعيد. برأيكم يعني يرفض السلطة التونسية اللقاء، هو التقى برئيس الحكومة ووزير الخارجية، هل يعني السلطة التونسية معتدة بموقفها وغير مستعدة لمناقشة الوضع الحقوقي في تونس؟ طبعا لأنه تونس ترفض ممارسة الوصاية عليها، وتعتبر بيان البرلمان الأوروبي وتوصيات البرلمان الأوروبي مجرد مثابة تدخل في السيادة. هذا مواقف عدد من الدول من بيانات البرلمان الأوروبي أو المجلس الأوروبي أو حتى بعض المؤسسات الأممية. لا أظن أن السلطات التونسية ستقبل بزيارة المقرر الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، فبالتالي بكل تأكيد تعنت السيد قيس سعيد هو الذي دفعه إلى إلغاء هذه الزيارة، لأنه غير قادر عن مواجهة هذه المؤسسة وعن مواجهة المسؤولين الأوروبيين بأجوبة مقنعة، لأن هؤلاء الأوروبيين البرلمان الأوروبي عندما يتحدث، عندما يصدر بيانات، عندما يصدر تقارير، يصدرها بناء على توثيقات، بناء على معلومات موثوقة، لا يصدرها على تكهنات وعلى أقوال من هنا وهناك، بناء على توثيقات وعمل مهني تقوم به المؤسسات التابعة له، فبالتالي وله ما شكل قناعته في إصدار هذه التوصيات. هو يعي بأن بالفعل أن هناك قرار قضاء غير مستقل، وأن هناك اعتقالات تعسفية، وأن هناك اختفاءات قصرية، وأن أن هناك خروقات حتى في المحاكمات التي يمكن أن نصطلح عليها محاكمات سورية. فبالتالي قناعة البرلمان الأوروبي وعدد من المؤسسات مكتملة في هذا الاتجاه، بأن السيد قيس سعيد صار يحكم بالمراسيم، صار يحكم بالأعراف وليس بالقوانين، تخلى وتنصل من كل التزامات تونس الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، أبسط مع العهود والقوانين الدولية التي صادقت عليها تونس أصبح يحترمها، لا يحترمها وينتهكها. فبالتالي هذا هو الدافع الذي دفع السيد قيس سعيد إلى عدم مواجهة المسؤولين الأوروبيين، لأنه لا يمتلك ما سيقوله لهم، بحسب تجربتكم مقتنع أنه دكتور، سوف لن يقنعهم. بحسب تجربتكم هو الذهاب في زاوية الدولة المارقة ليس أسهل منه، يعني عادي دولة أن تتحصن باستقلاليتها وترفض هذا، لكن الدولة التونسية الآن في ظل كما قلتم إجماع البرلمان الأوروبي والخارجية الأوروبية على تردي وضع حقوق الإنسان وعلى محاكمة النقابيين والصحفيين والحقوقيين والسياسيين، كلهم في كلهم يجمعون كون هذه سابقة، هذه ردة عن وضع الحريات تلت عشر سنوات الأخيرة. لكن في نفس الوقت عندما تقول وتصرح ميلوني وزير خارجية رئيس الوزراء الإيطالية تقول له هناك فرضية ولا مخاوف من انهيار اقتصاد، هل تتصور أن السلطة التونسية مستعدة تضحي بصفة الدولة الديمقراطية هذه كعنوان اللي قد تكون مدخل لاستجلاب التمويل أو المساعدات في هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها المالية التونسية؟ طبعا لأن الأنظمة الاستبدادية هي هكذا، بمعنى أنها مستعدة أن تحرق البلاد على أن تتخلى عن مواقفها وأن تتخلى عن قراراتها، بل تتخلى عن كراسيها. فبالتالي هي مصرة بأنه ليس هناك اعتقال معتقلين سياسيين، وأن هناك قضاء، أن ليس هناك تدخل في شأن القضاء، والقضاء مستقل، وأن الأمور مستتبة، وأن كل التقارير التي تأتي من الخارج وكل التوصيات التي تصدر عن المؤسسات الأممية والإقليمية ما هي إلا مؤامرة خارجية. هذه هي اللغة، سئمنا هذه اللغة، وتم تجاوز هذه اللغة، تم تجاوزها. الآن قيس سعيد هو في ورطة، هو بيده الخروج منها، هو الذي وضع نفسه في هذه الورطة عندما تجرأ المؤسسات الدستورية للبلد، عندما وضع اليد على كل مؤسسات البلاد، وعندما ألغى القوانين وألغى الدستور وأصبح يشتغل بالمراسيم، آنذاك أطلق رصاصة الرحمة على تونس. تونس التي كانت تعد مهد العمل المجتمعي والعمل الحقوقي صراحة، بلغت مستوى أحسن الدول العربية بكثير، الآن تعود القهقرة، والآن تعود إلى هذه الانتكاسة. لم نكن نتخيل كحقوقيين، كمراقبين، عندما كنا نتابع الوضع في تونس لم نكن نتصور أن يصل الوضع إلى ما صار عليه. تونس كانت عندنا في مرتبة متميزة بالمقارنة طبعا مع عدد من الدول العربية، لكن هذه الانتكاسة على مستوى القضاء، على مستوى أبسط الحقوق في التعبير، في التظاهر وغيرها، لم يكن أحد يتوقعها. لهذا
حتى الولايات المتحدة الأمريكية لها موقف سيء جدا من الوضع الحقوقي في تونس وحتى من الوضع السياسي، عبرت عنه آخر بيان في 20 مارس عندما كانت في عندما تحدثت عن المهاجرين وتخوفها مما قد سيلقاه المهاجرين.